الفنان مصطفى متولي في الشر تلاقيه واقف زي الأسد، وفي الكوميدي يموتك من الضحك. هو الشخص اللي حقق المعادلة الصعبة وما كانش ليه منافس. يلا نعرف أكتر عن حياته. أهلا بيكم في مجلة الحياة. اتولد الفنان مصطفى متولي في كفر الشيخ يوم 29 أغسطس سنة 1949. حب التمثيل من صغره وكان بيشارك في عروض مسرح المدرسة، وجه القاهرة علشان يدرس ودخل معهد الفنون المسرحية واشتغل في مسرح الحكيم وقدم مجموعة عروض منها يا سلام سلم الحيطة بتتكلم. وبعد ما اتخرج من الجامعة انطلق بقى في مسيرته وما بقاش عارف حد يوصله، فقدم مسرح وتلفزيون وسينما. ففي الكوميدي تلاقيه وفي الأكشن تلاقيه، والغريب انه بيقدر يقنع المشاهد بكل الألوان اللي بيقدمها، وعلم على السينما كده زي ما بيقولوا بأعماله المتنوعة، وقدم مجموعة أفلام منهم شمس الزناتي، حتى لا يطير الدخان، المنسي، سلام يا صاحبي، عنتر شايل سيفه، وغيرهم الكتير. وعمل ليه قاعدة جماهيرية بتخلي المشاهد أول ما يلاقي اسمه بس على عمل يجري يتفرج عليه، والدراما دي كان ليها مكان مخصوص في قلبه، فشارك في كتير من المسلسلات اللي لو اتفرجنا عليها 100 مرة بنرجع نعيدها تاني، زي لن أعيش في جلباب أبي، رأفة الهجان، بكيزة وزغلول، أم كلثوم، أوبرا عايدة، ألف ليلة وليلة، وغيرهم. والمسرح بقى كان لعبته، فشارك في مسرحيات رفعت شعار كامل العدد منهم بودي جارد الزعيم والواد سيد الشغال، وقدم مع الزعيم عادل إمام حوالي 15 عمل، وعملوا ثنائي مميز جدا ونجحوا مع بعض. ومن كتر قربهم لبعض بقوا نسايب، فمصطفى متولي متزوج من إيمان إمام أخت الفنان عادل إمام، وأنجبوا 3 أولاد وهم عمر وعصام وعادل، واللي ورث حب الفن منه هو ابن عمر، واحترف التمثيل وشارك مجموعة أعمال مميزة، يعني زي ما بيقولوا ابن الوز عوام. وعلشان الفنان مصطفى متولي قدم أعمال كتيرة مع الفنان عادل إمام، اتهموه إنه بيشتغل في الفن علشان القرابة بينه وبين الزعيم، لكن متولي اللي حاول يثبت موهبته بأعمال تانية بعيدة عن الزعيم، وفعلا قدر. ولما الفنان الكبير أحمد زكي عرف إن الناس بتقول عليه كده، اتكلم في واحدة من البرامج ودافع عن متولي، وقال إنه درس في معهد المسرح للتمثيل، وإن الفن ما فيهوش وسايط، لولا موهبة متولي ما كانش شارك في الأعمال دي وما كانش نجح، وإن كل الفنانين بيتمنوا يشتغلوا معاه. وفي يوم 5 أغسطس سنة 2000، بعد ما خلص متولي دوره في مسرحية بودي جارد ومثل دوره من غير أي مشاكل، وبعد نهاية العرض قضى سهرة مع أصدقائه عادل إمام وسعيد عبد الغني ومحمود الجندي، وخلصوا قعدتهم الساعة 3 الصبح، وبعدها كل واحد روح على بيته، لكن الزعيم فضل في المسرح. والساعة 4 الفجر اتفاجئ الزعيم بخبر وفاة مصطفى متولي بسبب أزمة قلبية مفاجئة، وعلى طول جري هو وفريق عمل مسرحية بودي جارد ونهار على باب المستشفى. وتوقع الموجودين ان الزعيم هيأجل العروض بعد الوفاة، لكن الزعيم فاجئ الجميع يوم وفاة متولي، وكلم الفنان محمد ابو داود علشان يقدم الدور بداله، ورغم انهياره قال الجمهور ملوش ذنب، هم دفعوا التذاكر وجم يستمتعوا ويضحكوا، ما ينفعش نرجعهم زعلانين. ومع اول ظهور لابو داود على المسرح بكى الجميع لفراق الراحل مصطفى متولي. وحاولت الفنانة رغدة ما تقدمش دورها في المسرحية وتوقف العرض، لكن اصر الزعيم ودخل لها تتخانق معاه وتقول له انت يا اخي ايه ما بتحسش، حرام عليك. وفي المشهد الاخير من المسرحية بكى عادل امام وصرخ وقال انت فين يا متولي. وبعد وفاته قال الكاتب يوسف معاطي بانه كان مقرر انه هيقدم مصطفى متولي في دور بطولة، وعرف مصطفى اللي فرح جدا، وخصوصا لما عرف ان الفيلم هيكسر الدنيا، وفضل مصطفى يسأله عن الفيلم، ولكن يوسف انشغل بكتابات تانية لحد ما توفى مصطفى متولي، وحزن معاطي انه موفاش بوعده ليه. وفي ذكرى وفاته كتب ابن عمر على السوشيال ميديا ان والده كان راجل مستور وكريم لدرجة غريبة، ما سابش فلوس لما مات، لكن ساب حب الناس وسيرة طيبة، وده احلى ميراث ممكن اب يسيبه لاولاده، ومش قادر يوصف صدق وحب الناس ليه بمجرد لما بيعرفوا انه ابن العظيم مصطفى متولي، واجماع الكل على انه انسان طيب وجميل. والاجماع ده ما حصلش حتى للنجوم الكبار، وطلب من الجميع قراءة الفاتحة لوالده. رحم الله الفنان القدير مصطفى متولي اللي أمتعنا بأعمال خالدة ومميزة.